فظيع، تعالي سكري الباب وراي. يا عيني يا عيني، لك ما يبلى الرجال الهي. ايه شو بيلي فوزية، هيك احسن ولا هيك احسن؟ لك وين ما بدك حطه، مشان تعرفي مين البدر. شو بتقبرني؟ الله يوفقك، بتعد للعشرة قبل ما تطلع هذا الخنجر، ما بدنا تتبلع العالم على الرايحة والجاية. لا تحكي هم فوزية، بعرف عد العشرة. ايه تقبرني، ما بدنا حدا يزعل منا ابن عمي. إيه ما رح يلحق يزعل، لانه ما رح يلحق يحكي. اللي بده يحكي معي بدي شركه تكري. ايه طول بالك، اللي بده يرفع صوته علي. طول بالك طول بالك، لسه ساكت الكبير والصغير بالحارة وكلهم شاني. يسلم شانك يا حق. يلا تعي سكري الباب وراي فوزية. لك مو على راسي يا سبعي، خلي لي اياك الهي. ما تروح، شبك واقف. لك شو من واقف، عم شوف يعني. بعدين خلصنا، فوتي لجواتي وسكري الباب وراي. حاجة اسئلة بلا طعمي، فوتي. شو هاد؟ مع السلامة تقبرني، ما تبلى الهي. حق امي لما قالت لي انه المره ما بتنعطى وش، بس شو بدي يعملوا لي علي وعلى حظي. والله عشتي وشفتي جوزك رجال يا فوزيه، يبعت لك حما يا فوزيه. احلى هذا يقلل عقله ويعمل له شي خناقه بالحاره. والله بيعملها، اصلا عقله جوزتين بخرج. انا الحق علي، الحق علي اللي خليته يطلع بالخنجر على الطريق. يا ربي شو بدي ساوي. يلا خليه يجرب، بركي العالم بتصير تستهابه بالحارة وبيقولوا عنه صار رجال. وانت ولا لك حاجة نايم مثل القطاط، تنبل لمين بدك تطلع غير للي خلفك. قوم قوم حوس بين يدي، قوم. اهلين اب بدر، شو صاير رجال؟ الرجال غصب عنك انت وياه ولا؟ الف على الكوع يا مصروع. اوعي تقول لك شي عرق يا سلق. لك ان شاء الله بتطق مراتك انت وياه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية ثمانية، لا في غير رقم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لك روح يا الله يرضى عليك يا فوزية، مثل ما علمتيني العدد العشرة ولا كل شركته للرجال. سلام. أهلين أبو بدر. أوف 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 أوف، شو هاد اللي على خسران؟ شو شايف فلان سلام؟ خنجر. روح لكاسة ويلي كاسة الشاي، وبلا لعب ولا طعمة ولا سلام. يلا يا عود عود بلا مسوكة عود. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. مش هاب من شريفة وقال اليوم عم يحكوا بالذهب. والله وراح يتجوز العقيد ابو شهاب. ها هطقني بس لو كان عندي بنت تاني كنت اعطيته اياها وبدون نقد. تعطيها بدون نقد هي؟ إيه ليش لا؟ ابو شهاب رجال وقبضاي، مو مثل صهري تشتوش. إيه لا انت التانية، ما في تشتوش وجوزي ابو بدر موجود. إيه لا جوزك مو تشتوش، طرطور. اما عصام ما نطالع لخاله ابو شهاب، لك حتى لاخوه معتز ما نطالع. لك والله المرة ما بتحب الرجال التشتوش. إيه والله المرة منا لا بتحب الطرطور ولا التشتوش. آخ آخ يا فريال خانوم، على ما يجي شي نهار يلطشني فيه أبو بدر كف على بوزي هرلي ستاني. والله قبلاني أبو بدر. واقف عندك أنت، ما كنت رايح على بيتكم؟ إيه بلا بلا كنت رايح. ليش لما شفتني لفيت وبدك ترجع؟ مو مشان شي، مو مشان شي، مو مشان شي. لا أكيد في شي، يا أما شكلي مو عاجبك، يا اما في تفنجة عاملة وخايف تواجهني. يعني في شيء من هالشيء؟ وشو هو هالشيء اللي من هالشيء؟ شو يا سيد معتز؟ الله يسرك، انا صاير خلي عم يطلع بسرعة. الله يوفقك، هذاك اليوم بنجتمع جماعة دوامنا. الله سترن، الله سترن، لو ما هدف علي كان دبلشنا وراحت علينا. هلا انت صاير عم يطلع خلقك. اي والله يا سيد معتز. ولوين عم يطلع خلقك بلا صغرة؟ لرقبتي. من عند الجوزة ولا من عند النقرة؟ لا والله من عند النقرة. وشو هو اللي عم يطلع معك؟ الحكي. وانا شو دخلني بالحكي؟ ما انت سبب الحكي اول مرة، ما بتتذكر وقت استفقتني طيارة على نقرتي سطحتني فيها على الارض؟ لك يوم الغسيلات وقت كنت انا واقف على الاسطوح عم انشر الغسيلات لمرتي فوزية. ولك صحيح انت شلون تنشر الغسيلات لمرتك؟ اه شلون تنشرون؟
هي بسيطة كثير، زيها لك شلون؟ بجيب طشة الغسيل بحطه هيك بالأرض، بس نعمل واعة هيك وبنفضى أول نفضة، ثاني نفضة، ثالث نفضة، وبرميها على حبل الغسيل، بس برجع بستوي الواعة الثانية، ولا أكثر شيء بتعذب فيها هن الشراويل لأنه بيجوا كثير هيك كبار، بعصر فيه وعصر فيه وعصر فيه هيك حتى ينشف، بفضى أول نفضة، وثاني نفضة، وثالث نفضة، وبرميها على حبل الغسيل، هلا هو أسهل شيء عندي هو الإجرابات لأنه أول نفضة والثانية وبرميها على الحبل. شو وين راح؟ لك قوم بقى من خلتي هلك كثيري قوم ارجع نام بلا سهلي لك شبك ما بلا شي ليش ما رحتي على عصر النسوان ما عزموكي وانت ليش ما رحت على تلبيسة الرجال ما عزمني ابو شهاب ما له حق لازم يجي بذات نفسه ويعزمك تقبر قلبي مو صرت رجال انت ايش واسم عزيمة عرس لك صاير رجال وعم تقيس حالك بالخيط يا بعدي ومالي درياني؟ عيب عليه، عيب عليه يعزم رجال الحارة كلها وما يعزمني، بكره من بكير رايح قدام بيته بدي بهدله. بدك تروح على صباحية عرسه للرجال وتبهدله؟ امتى بدي بهدله كان؟ امتى؟ دق الحديد وهو حامي. ادق الحديد وهو حامي وروح بهدله هلا، اسم منه قاعد ومصمود قدام رجال الحارة. يا مو حلوة بهدله قدام الناس يا فوزية، خاف يزعل مني. ايه لا. انت ما بدك يا يزعل منك بس اذا رحت بصباحية عرسه وبهدلته ما رح يزعل اف يا تلعبي وز ما حذرت حط ايديك انت بدر ابدر يا ابدر ابدر شو عم تعمل هون قدام الباب ولا؟ شو عم تعمل هون قدام الباب؟ شو بدك مني؟ وليش ما بلاقي راسك لجوات البيت ولا؟ مالك شايف الباب مفتوح؟ ايه وانت شو دخلك؟ انا شو دخلني؟ وخذ! 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 وينو هالصبي والله طوال لا بينبعد مشوار لا هو ولا ابوه شو هالصوت اللي بالحارة؟ خير ان شاء الله. ولك انت شو انت؟ انت هني الشرف والناموس ولك هني الشرف. يا يا نبي يا كرم والله لعلمك الادب انت مالك رجال انت مالك رجال شو مساوي شو عامل؟ هذا الواطي باب بيت جرة مفتوح ومنبه راسه عم يتلصص على الحريق العمى يا الله يا الله ولك قاتب انت تغير انت شو بقول طلع خاله شو قلتوا لا بدر ادخلي يا تاس والله خالي لك ادخلك خالك ولا والله خالي فايز وش كان خاله ما بيجوز يفوت راسه لجوات البيت ابد لحماي فايز مين مشعلك لك مش ترجع لك ولا بدر علمه تاني مرة لابن حماك لما بيشوف باب بيت مفتوح يرجع يسكره يدق الباب مو يفوت راسه لجوات البيت لأنه تاني مرة بعصل له اياه فهمت انت وياه مرة تانية بتفوت راسك قبل ما نلح من خالتي بتفوت راسك نلح اهلين اهلين فايز شرفت اهلين حبيبي طلع خاله كأنه طلعنا شوي شو بيعرفني انا سلامتك يا اخي سلامتك يبعث لي حمى عليك ان شاء الله يبلي بتكسير ايدي هالمعتز الهي لك وطي صوتك فوزيه احمدي ربك انه نقطت هيك نقطت هيك شو بدك اكثر من هيك يموتوا يعني اكمل حق على اخوكي هو طلع لي الله يصلحه ليش مفوت الباب بنص راسه كان دع الباب ويوقف على جنب هلا صار الحق على اخي يا ابو بدر بعدين باب صار ليش كان مفتوح يا فوزيه ليش كان مفتوح بدر راح يشوف لي كزبره وانت نايم وانا نسيت رد الباب وراه نسيتي تردي الباب وراه؟ لك من كانوا اهلاتك يبعث لك حمى براسك اعتذر علي يا ابو بدر الله صار الحق علي ما هي؟ ايه معلوم الحق عليكي ولازم القتلة تكون لك وهلا بدي اعمل لك اياها اسمع اخي اسمع سبعي بده يضربني يا بعدي اسمعوا يا اهل الحارة منين
انت جوزك صاير رجال؟ انا بعرف انا رجال بكل عمري فهمان ولا؟ اسكتوا لا؟ نجدتوا للاخي ولا ابو بدر؟ ابلا ولا ستي ولا تضربي انت وياه ولا ما معتز طلعوا الاكله كان لازم انا اعطيه اياها وهون الدم اخته تضرب انت واخته